بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة راح ناخذ الأنتي أنجينال دراجز، وهي يعني ما راح تكون كلش بعيدة عن اللي أخذناه بالأنتي هايبرتنسيف، لأنه معظم الأدوية اللي تستخدم أنتي أنجينالز هي في الحقيقة مستخدمة سابقا كأنتي هايبرتنسيف، ما عدا ربما جروب النايتريت وبعض الجروبز أوف نيو أنتي أنجينال اللي ما راح نتعرض لها لضيق الوقت. قبل لا نفوت بالانتي انجينال دراجز، لا بأس ان ناخذ فتشي متعلق ب يعني الانجينا نفسها، اللي هي تعرفون هي وحده من الكوروناري ارتري ديزيز او الاسكيميك هارت ديزيز. قبل فتره انا حكيت لكم، قلت لكم الكاردياك ديزيز هي تقع في اربع يعني اربع جروبس رئيسيه للهارت ديزيز، ما تتعدى في كل المصادر، ما تتعدى عن هاي الأربع groups اللي هي ممكن تكون structural heart disease، ممكن تصير ischemic heart disease أو disease related to the pump of the heart اللي هو heart failure، وآخر نوع هو electrical heart disease اللي هي something related to the electricity يعني الأرذمية والما شابه. فالأنجينا بيكتورس شباب راح نحكي عنها كلش قليل، لأنه أنتوا راح تأخذونها بتفاصيل مملة ربما من تفوتون بالميديسن ديب، ولكن لا بأس أنه نسوي توطئة يعني حتى نعرف أنه إحنا ليش دا نستخدم هاي الأدوية لهيج حال. الأنجينا هي sudden pain or sudden severe pressing chest pain radiating to the neck, jaw, back and arms. هذا الصورة اللي قدامكم هو تقريبا هذا الراديشن of pain، وهو مثل ما سمينا احنا ليش نسميها ذبحة صدرية، ايضا هو radiated to the base of the neck، هنا to the base of the neck، وكأنما المريض يحس ده ينخنق لذلك يسمونها ذبحة. هذا اللون كله هذا radiation of the pain، هذا هنا الميديال سايد of the arm، وكل الأشياء اللي أنتوا ماخذينها عن الأنجينا. قبل لا تفوت أي واحد يفوت بالأنجينا ويعرف تفاصيلها، أكيد سهل عليكم لأنه تتضمن يكون فهم دقيق للكورونر سيركوليشن. الكورونر سيركوليشن هو المين كورونر أرتري يطلع من الأيورتا مثل ما تعرفون، وراح يتقسم إلى left coronary artery، هذا left coronary artery والرايت كورونري ارتري. واللفت كورونري ارتري بدوره يتقسم الى السيركمفلكس ارتري اللي يدور حول الهارت من هناك، واللاد اللي هو لفت انتيرير ديسندينج ارتري لاد اوف ذا هارت، واللي اولموست يغذينا يعني اللفت فنتركل، واللي تعرفون اللفت فنتركل ذا موست امبورتنت chamber in the heart لأنه هو pump the blood all over the body. فالرايت كورونري ارتري أيضا هو المين رايت كورونري ارتري هنا، وأيضا يتفرع تقريبا إلى جزئين، هذا المارجنال ارتري وإلى آخره. إحنا ما راح نركز بس على اللفت كورونري ارتري واللاد، من خصوصا اللاد والمين رايت كورونري ارتري. بالتأكيد الأنجينا هي of course caused by insufficient coronary blood flow that meet the oxygen demand of the myocardium and leading to ischemia. بالتأكيد احنا دائما عندنا فد balance between the demand هاي D ويساوينا المفروض supply. demand دائما يكون يساوي supply، لازم الهارت إذا يشتغل بدينار أو يشتغل بألف دينار لازم ينطونا ألف دينار، يعني simply. إذا لا والله هو يشتغل أكثر وإحنا ما ننطيه بالتأكيد راح يصير shortage، لذلك هذا كأنما أشبه شلون يسمونه العجز بالميزانية. هسه إحنا عندنا كأنما الميزانية من تقرر لازم أكو إلها تغطية، فالهارت من يشتغل بهذا الشغل يكون أكو إلها تغطية، بلاد يجي بنفس الحاجة اللي يحتاجها. إذا صار عندنا mismatching between oxygen demand and oxygen supply، النتيجة راح تؤدي لنا إلى بالتأكيد يصير إسكيميا إذا صار عندنا mismatching. أوكي، هاي الإسكيميا هي اللي هي يعني cause of ischemic heart disease أو الأوريجن حتى مال التسمية. طيب،
الكورونري ارتري او شلون يصير؟ بالتاكيد احنا سمبلي بس نذكركم انه الكورونري ارتري حاله حال كل الارتريز، بس هنا ممكن اكثر بروميننت. ممكن يصير ديبوزيشن اوف كوليسترول ان ذا سب انتيمال لاير اور اندر ذا انتيما. تعرفون انتم بالهاي الانتيما التيونيكا انتيما اللي هي البطانه مالت الارتري، راح يصير كوليسترول لأي سبب كان، نتيجة هسه نتيجة فاسكولر انجري، ويصير بعدين تشكل هذا الانجري شكل النيوكليوس تتجمع فوق الكوليسترول ويتجمع البليتليت وتتجمع كل الأنقاض اللي تسوينا الثرومبوس، هاي الثرومبوس. فإذا صار هنا راح بالتأكيد راح يصير ديبوزيشن اوف كوليسترول وديبوزيشن، هذا النتيجة راح يسمونها هاي اللي تجمعت هنا يسمونها بليك، هنا كأنما تسد لنا الوعاء الدموي ويسمونها هنا بليك. وكأنما شلون إذا الشباب يفتحون الصوندة، نوبات الصوندة مال المجرى، إذا واحد يريد ينظف السنكي بالمطبخ احنا ممتلين بهاي الأشياء، فبالتأكيد راح يلقى فد مجموعة من الأنقاض هي سببها تجمع الدهون اللي تنزل من غسل المواعين وغيره. فهاي الدهون اللي تنزل هي تتجمع وسد الصوندة، نفسها هي عبارة عن هي هاي كلها الويست اللي سد لنا الكورونري آرتري او غير ارتريز، وبالتالي راح يصير ناروينج. شوفون هذا الدايمتر النورمال دايمتر، هذا النورمال دايمتر اوف دي ارتري، بينما شوف هنا صاير الدايمتر كلش قليل هنا، وبالتالي صار ستينوسيس. النتيجه اذا صار ستينوسيس، هاي الاريا اللي هنا، هاي الاريا اللي كانت تتغذى، هاي الاريا اللي هنا اللي كانت تتغذى بهذا الارت البرانش اوف ارتري، بالتاكيد راح يصير بها اسكيميا، لان هالمره بلط سبلاي قليل والديماند هو باقي على حاله او اكثر ربما. اوكي شباب، فراح تصير اسكيميا، لذلك سموها اسكيميك هارت ديزيزز. طبعا مو دائما، قبل لا انتقل لها ساعدنا انواع من الانجينا، بعض الاحيان ما تصير هيك ديبوزيشن، لا البلد فازل نفسه واذا يجي هو هيك بهذا هيك، ربما بعض الاحيان بعض البلد فازل لسبب معين راح اقول لكم اياه، ربما يصير بيستينوسس بدون تجمع اي شيء، يصير بيستينوسس والدايمتر مالته يقل، وهنا راح تصير اسكيميا اللي هي not involved atherosclerosis أو arteriosclerosis، ما بيها أي ترسبات وأنقاض وصاخة هنا صايرة، ولكن صاير إسكيميا هنا physiological إسكيميا أو ربما pathological إسكيميا. أوكي شباب، هاي كل سهلة بالنسبة لكم كتمهيد للأنجين. بصورة عامة إحنا الأنتي أنجينال دراكس، يعني لا بأس أنه نخلي لكم هذا السلايد حتى على ضوء نشتغل، وبعدين أقول لكم أنواع الأنجينا. يعني هذا اللي يسمونهم قدامكم الثلاثة الكبار شباب، الثلاثة الكبار. طبعا طلعت لنا نيو أنتي أنجينال درايز، قلت لكم يمكن الوقت ما يسعفنا أنه نحكي عنها، طلعت بس لأن الثلاثة الكبار هن الأنتي أنجينال ميديكيشنز، يعني أورجانيك نايتريتس، بيتا بلوكرز، كالسيوم شانل بلوكرز. ذني أنتم مر عليكم البيتا بلوكرز ومر عليكم الكالسيوم شانل بلوكرز، بس يمكن إحنا يحتاج شوية بس نفصل على الأورجانيك نايتريتس. اوكي شباب، طيب التايبس اوف انجينا ما لا باس نذكركم بها، او اذا ما ماخذينها بعدكم نعطيكم فتوطئه لها، ان شاء الله تاخذونها بتفاصيل كثيره جدا. الانجينا فيكتورس هاز 3 اوفرلابينج باترنز، الستيبل اور تيبيكال انجينا والانستيبل انجينا والبرينزيمتالز اور فيريانت انجينا. طبعا الستيبل انجينا راح احكي عليها، ويعني افصل، يعني مو تفصيل قصدي، راح احكي عنها بس مجرد اكرر لكم، بس مجرد احنا نقدم لكم تفاصيل بسيطه عنها. الستيبل انجينا هي الموست كومن فورم اوف انجينا، يعني احنا حتى من نحكي دائما والتريتمنت اللي نحكيها احنا كل حكينا ترى عن الستيبل انجينا، اما البقيه الانواع فالهن بروتوكول خاص بالتعامل معها. طيب فهي الموست كومن فورم. البين مثل ما قلنا لكم قبل شويه هو كانما بيرنينج سنسيشن و سمثينج هيفي لايك ستاندينج اون ذا تشيست، المريض يقول لك انا احس فد فيل صاعد على صدري، او سكويزينج بعض الحين عصره، فيلينج اوف سكويزينج ان ذا تشيست، هاي كل هالاشياء، ويصير بي راديشن للمناطق اللي قلت لكم اياها من ساعه. الكوز الرئيسي طبعا، وقبلها ايضا الديسكريبشن اوف بين مهم جدا، ديسكريبشن اوف بين. الانجينا هي الوحيده اللي احنا نحكي نقول يعني البيشنت يرويها،
يقول هو feeling of impending death. شنو impending death؟ يعني وكأنما المرض الوحيد اللي يحس المريض أنه راح يموت. فهذا feeling of impending death يعني المرض الألم مال الكانسر، أعوذ بالله، الله يكفيكم الشر وعيالكم وجميع متعلقيكم. الكانسر هو ألم كل شديد جدا، يحتاج ناركوتكس، ولكن الكانسر المريض ما يشعر، يشعر بألم شديد ولكن ما يشعر راح يموت ولا من الألم نفسه، لكن الأنجينا من تجي وكأنما واحد في تطلع روحه، لذلك يسمونه feeling of impending death، ويسوي anxiety ويسوي tachycardia وإلى آخره. الكوز مثل ما حكينا هو reduction in coronary perfusion due to obstruction produced by coronary atherosclerosis. يعني stable angina هو atherosclerosis صاير. أوكي طيب نرجع لها. الهارت vulnerable يكون للإسكيميا whenever there is increased in demand. خلاص هو إذا عنده هيك شغلة بالتأكيد يريد يصعد درج، يمارس أي activity تحتاج blood flow عالي، وبكل الأحوال راح تطلع sign and symptoms، مثلا يصير physical activity أو حتى even emotional excitement. مثلا واحد تاجر وفقد العمل مالته مثل ما نشوف بالأفلام، أو مثلا واحد خسر بالبورصة مثل ما يشوفونه، أو واحد مثلا عنده فد emotional، سواء ربما يعني صدمة، ربما هاي الأشياء، كل الأحوال هاي راح تسوي زيد الورك على الهارت، وبالتالي راح يحتاج بلاد فلو عالي. وإذا صار بلاد فلو عالي يعني الديماند هواية، وإذا صار الديماند هواية والسبلاي بمشكلة نتيجة الكورونر أثيروسكلروسيس، هاي الحالة راح تصير عندنا ساينز أوف إسكيميا. التعريف الرئيسي مالته أنه ريليف باي نيتروغليسرين أور ريست، يعني هذا التعريف الستاندر مالته القديم، هو ريليف باي ريست اور نايترو جليسرين. بالنسبه للانستابل انجينا شباب، الانستابل انجينا سمثينج ديفرنت. طبعا قبل لا افوت بالانستابل انجينا، انا يعني لا باس ان اذكركم بالانستابل انجينا هي تقع ضمن مفرده يسمونها يعني اكيوت كورونري سيندروم، اكيوت اتش اكيوت كورونري سيندروم. هذا القلم ما يسيطر عليه بس لا بأس فيه نستفيد منه. اكيوت كورونر سيندروم، وهذا الاكيوت كورونر سيندروم شباب يتقسم الى انستابل انجينا. الانستابل انجينا هاي بدنا نحكي عنها انستابل انجينا، اوكي، وايضا تتقسم الى سمثينج يسمونه ام اي تعرفونه انتم ام اي اوكي زين. الام اي شباب والام اي طبعا الى تقسيم اخر، الام اي يعني لا بس حتى لو ان كتب عندي يعني تسمعوه، يسمونه ستيمي ونن ستيمي. شنو ستيمي ونن ستيمي؟ يعني يسمونه اس تي سيجمنت اليفيشن ام اي، اس تي سيجمنت اليفيشن ام اي، ونن اس تي سيجمنت اليفيشن ام اي. يعني ستيمي يسمونه بالمختصر ستيمي، اس تي اي ام اي، و نانستيمي النان اس تي ام اي. اوكي ذني اللي يسمونهم التقسيمات مال الاكيوت كورونر سيندروم، من ضمنهم الانستابل انجينا. طبعا الام اي ممكن نحكي عنه في فيديو منفصل اذا صار عندنا مجال، ولكن هو الام اي راح بالاخير راح حتى لو ما نحكي هنا انا راح احكي لكم اياه هيك مباشره. انا صراحه صورت لكم اياه على السبوره بس صارت مشكله بالفيديو، فلذلك يعني ربما ما اقدر اصور لكم اياها في يوم على صبوره هنا حتى لو بالبيت عندي وادز لكم اياها. يعني على الاقل انطيكم البروتوكول اوف تريتمنت اوف ام اي، بس لا باس هنا نحكي عن الانستابل انجينا. طبعا الانستابل انجينا شنو فرقها عن الستابل انجينا؟ خلت حتى لو تطلع لنا كتاب هنا بس بعدين، بس راح هنا انا افسر لكم اياها. يعني كانما عندنا احنا هذا الارتري، هذا الارتري هنا، اوكي، وصارت خلينا نفترض فد بليك هنا سدت لنا الكورونري ارتري. هذا ليس سبب، ممكن تكون هي انستابل انجينا، ممكن تكون ستابل انجينا اذا هي صايره عباره عن جايه هنا الفايبروبلاست والفايبروسايت وسادتها للبليك بحيث حجمها ظال ثابت يعني ما يتحرك حجمها. اوكي بداخل هاي البليك اللي هو بي ال اي كيو يو اي، هاي البليك يسمونها، هاي البليك هي هاي الكتلة اللي موجودة هنا سادت لنا الكورونري ارتري. ايش وقت تصير انستابل انجينا؟ بالحالة الاعتيادية هي ستابل انجينا.
بس نوبات نوبات يصير عندنا رابتشر بهاي البليك رابتشر وراح تطلع المحتويات مالتها لي برا. هاي المحتويات راح تطلع لي برا. طبعا انا مشكله تقنيه ما اعرف ليش هاي يصير عندي تطلع بحيث ان اريد اسويها تطلع لي انقر عليها تطلع هذا المؤشر مفروض ما يطلع زين. فالنتيجه انه يصير رابتشر بحيث هاي تطلع لي برا المحتويات راح يبدي هنا كانما يبدي ينسد شويه شويه يبدي ينسد وكانما يريد ينسد كل الوعاء الدموي. فهاي المحتويات اللي هي لوز تكون مو فيرم هاي فيرم هسه وهنا صاير بها فيكسيشن بالفايبروبلاست. بينما اذا طلعت المحتويات اللي برا مالتها تصير لوز وتبدي تترسلنا هذا كانما تترسلنا هذا المكان المتبقي من الكورونري ارتري. اذا ترسلت هذا هنا صارت هنا 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 تبدي تسده. اذا انسد هنا ايش قد ما ينسد يبدي كل ما ينسد بنسبه كبيره وصل ينسد وباقي شويه هنا منه هذا يسمونها انستابل انجينا. طبعا ليش سميناها انستابل انجينا وما سميناها ستابل؟ لاسباب كثيره مو بصددها ولكن لا باس. لانه طبعا بالستابل انجينا القبل اخذناها احنا هي يعني انت كميه يعني البريسيبيتينج او البريسيبيتيترز اوف بين يعني المريض يدرب نفسه اذا صعد هذا الدرج يصير عنده بين. بينما بالانستابل انجينا لا ما معروفه ما معروفه التريجرز يعني الماجنتيود اوف تريجرز ما معروف ممكن يشيل له قلم ممكن تصير عنده الاعراض لانه ما معروفه وشويه شويه هاي ممكن كلش هي حاله بينها وبين بين الستابل انجينا وبين الام اي. ممكن المريض لا سد عنده كل شيء كامل انسد عنده الوعاء الدموي نتيجه هذا الريليز اوف كونتنت اوف بليك وانسد عنده راح يصير كومبليت كلوجر اوف ذا ارتري وهالمره المنطقه هاي اللي صار لها يعني اللي كانت تتغذى بهذا الارتري راح بالتاكيد يصير عندها يصير انفاركت يعني تموت الخلايا ويصير نكروسيس. واذا صار نكروسيس راح تتحول الى مايوكارديال انفاركشن يعني تموت الخلايا. اوكي شباب طيب هذا ليش قلت لكم هي لاي بين ستيبل اند ام اي. الشغله الثانيه التشست بين يصير عنده المريض يصير عنده هو كان عنده الفريكوينسي مال البين يعني الفريكوينسي معروف بينما هنا بالاستيبل انجينا انكريز ذا فريكوينسي يعني بدل ما كان باليوم باليومين يصير عنده هذا بالشهر ربما حسب الايفورت اللي يسويها هنا لا هنا راح تصير الفريكوينسي مالتها زايد ربما كل فتره بسيطه يصير عنده يعني البين نتيجه الانستابل انجينا وايضا بريسيبيتيتد باي ليس ايفورتس يعني مثلا ممكن واحد قلت لكم يشيل له شغله بسيطه جلاس مي ممكن يصير عنده هاي بينما كان لا ممكن يتحمل اكثر ايفورتس بالستابل انجينا. السيمبتومز ار نوت ريليفد باي ريست اور نيتروغليسرين هذا ايضا نوت ريليفد باي ريست من يقعد المريض ما يروح من الالم هاي ساينز اوف انستابل انجينا. طبعا المريض او بالانستابل انجينا بالتاكيد يحتاج هوسبيتاليزيشن والثيرابي مالتها مور اجريسيف وممكن تؤدي لنا الى ديث نتيجه الام اي. طيب البرنزيمتال انجينا شنو برنزيمتالز انجينا؟ طبعا هاي اكتشفها العالم امريكي اسمه برنزيمتال هذا اكتشفها العالم هي صارت انه اكو ناس من الناس اكو عندهم فتشغله انه صارت عندهم ساينز اوف انجينا ايفن وذاوت اثيروسكلروسيس وذاوت بليك. طيب شنو السبب؟ شافوا انه ممكن هاي نتيجه فيزوسبازم مثل ما قلت لكم يصير فيزوسبازم بالارتري كورونري ارتري فيزوسبازم و يعني السبب مالتها بالبدايه غير معروف كان ولكن اكو نظريات شافوا انه ذولا شباب الناس اللي عندهم فيزوسبازم يصير هيجي شافوا عندهم احنا مبدئيا بالحاله الاعتياديه انت وانا اللي نورمال احنا ان شاء الله والله يديم الصحه والعافيه ذولا عندهم البيتا ريسبتر البيتا 2 ريسبتر بالكورونري ارتري نورمال البيتا 2 ريسبتر بالكورونري ارتري تقريبا ما ادري ليش هاي يصير البيتا 2 ريسبتر بالكورونري ارتري تقريبا يصير 60% بيتا 2 ريسبتر و40% الفا 1 ريسبتر بالكورونري ارتري. يعني احنا مبدئيا شغلنا على البيتا 2 يعني على يعني احنا مرتاحين هسه على البيتا 2 ريسبتر. لذلك واحد من تجي اي ستريس اي ايموشن راح يصعد عنده الادرينالين والادرينالين قبل يروح للكورونري ارتري يشتغل على البيتا 2 يسوي له اكتيفيشن فراح يصير كورونري فيزو دايليتيشن. هذا بالنورمال ستيت. لذلك انت يا اللي نقذك بالنورمال ستيت البيتا 2 الموجود بالكورونري ارتري
لانه الادرينالين من يصعد عندك يعلق الادرينالين راح يفيد القلب، القلب راح يضغط كميات توالم هذا الستريس اللي صار عندك. بينما بالبرنزيميتال انجينا شافوا بالعكس، عندنا شافوا الالفا 1 ريسبتر هي اكثر من البيتا 2 ريسبتر، يعني الالفا 1 ريسبتر تقريبا 60% والبيتا 2 ريسبتر هي 40%. لذلك هنا المريض من اي شيء يصير عنده ستريس لاي سبب كان، المره الادرينالين او النور ادرينالين اللي يطلع يروح يشتغل على الالفا 1 ريسبتر الموجود بالكورونال ارتري، وبدل ما يصير عنده فيزو دايليتيشن بالحاله الاعتياديه المره يصير عنده فيزو كونستريكشن. طيب هاي وحده من النظريات صراحه، واكو نظريه ثانيه انه جماعه عندهم دول الجماعه عندهم ثرومبوكسان عالي، والثرومبوكسان العالي هو ربما يسوي فيزو كونستريكشن. واكو نظريه ثالثه تقول عندهم اندوثيليال ديسفانكشن وعندهم مشكله بالكولينرجيك سيستم، كلها نظريات هاي. لذلك احنا نظريا نقول هم يستجيبون للفيزو دايليترز. هسه ربما واحد يقول لي هذا العدد المشكله بالالفا، ليش ما نعطي الفا بلوكر ونخلص من السالفه في تريتمنت اوف انجينا؟ اقول له لا، لانه هاي المشكله شافوا بالكلينيكال ترايلز انه الالفا بلوكر من تعطي ما يشتغل، لانه اكثر من نظريه هي تفسر هاي العمليه، مو نظريه الالفا فقط. لذلك يسمونها الفا ميدييتد سيندروم بعض الاحيان، هي يسمونها الفا ميدييتد سيندروم، بس مو بس الالفا يشتغل عليه بالتفسير مالت الباثوجينيسيس مالتها. فهنا شافوا انه الاكثر شيء المين تريتمنت فور برينزيميتال انجينا هي الكالسيوم شانل بلوكر. صح النيتروغليسرين ممكن نستخدمه، بس هو الانديكيشن اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر. طيب الاورجانيك نايتريت هي يعني المين ستي او الكورنر ستون بالتريتمنت اوف ذا سيمبتومز associated with angina. طبعا احنا تختلف عندنا مسألة الانجينا، اذا نحكي لكم كلينيكلي احنا نقسم هواية، نقول له اذا هي during the attack او in between the attack. during the attack دائما احنا النيتروغليسرين هو the first and only choice during the attack. بينما in between the attack لا، عندنا بروتوكول للأدوية، نستخدم كالسيوم شانل بلوكر وبيتا بلوكر ونايتريت ايضا، ونستخدم ايضا غير أدوية وياها، مثلا نستخدم ادويه مالت تقلل الدهون اللي هو ستاتينز نخلي وياها، ونخلي انتي بليتليت واسبرين دائما المريض ياخذ حتى ما يصير عنده يعني يسوي ديليوشن للبلد مالته والى اخره. الايزوسوربايد داينايتريت والايزوسوربايد مونونايتريت دول ايضا جزء من الاورجانيك نايتريتس، هم دول سوليدز ات روم تمبرتشر. وطبعا ما اذكركم بالنايتريت، النايتريت هو اول ما اكتشفها العالم نفسه نوبل، تعرفون العالم نوبل هذا أبو جائزة نوبل، هو اكتشفها كيعني اكسبلوسيفز، يعني ذا يستخدمونهم للمتفجرات. وبعدين أكو طبيب برا تقريبا 8 إلى 10 سنوات اكتشف الاستخدام الطبي مالتها اكسيدنتالي، اكتشفوا الاستخدام الطبي مالتها. والمضحك أنه بنهاية عمر نوبل هذا الطبيب نفسه عالج نوبل من الاسكيميك هارت ديزيز اللي كان يعاني منها. هو نوبل اكتشفها للاكسبلوسيفز، بينما هذا عالج بيها لل يعني تريتمنت فور اسكيميك هارت ديزيز. اوكي، فالنايتريت ان اتروم تمبرتشر هم طبعا يكونون سوليد. عندنا ايزوسوربايد مونو داينايتريت ومونو نايتريت، يعني طبعا النايتروغليسرين اللي هو الانجسيد من تخليه هذا فولاتايل مودريتلي فولاتايل، يعني اذا تخلي الحبايه برا ممكن تتبخر وتخلص الماده العلميه مالتها او الماده الفعاله مالتها. فلذلك احنا نوصل نايتروك دائما للمريض نقول له لا تخلي النايتروكسين برا، لانه يصير بي فولاتايل تصير فولاتايل ويصير سبليميشن يسمونه تسامي للماده وتخلص الماده الفعاله مالتها. راح هذا امين نايتريت راح اكستريملي فولاتايل، راح اعطيكم جدول هسه بفد شويه اعطيكم كل التفاصيل مالتها. طبعا هاي الدراجز ريديوس او هاي الدراج كوز رابيد ريدكشن ان مايوكارديال اوكسجين ديماند، وبالتالي راح تفيدنا يعني تقلل الديماند مال الهارت، فولود باي رابيد ريليف اوف سيمبتومز وافكتيف ان ستيبل اند انستابل انجينا از ويل از فيريانت انجينا بيكتورس. شوفوا هذا الجدول، طبعا هذا الجدول انا يعني من طريق يعني هذا كتبناه، يعني مو موجود بكتاب، بس يعني جمعنا من الكلام جمعناه سوينا لكم اياه بشكل جدول. هذا موجود يعني ان شاء الله يعني من يعني
هو ادفة كتاب متعلق بالكارديوفاسكولار فارموكوثيرابي وهو كامل صراحة، ولكن المشكلة انه من جت كورونا هو على اساس نوديه للطباعة فتأخرنا به. فهذا الجدول منه هو الاميل نايترايت، هذا الاميل نايترايت هذا كلش فولاتايل، واحد من الاورجانيك نايتريت هو كلش فولاتايل، موجود بالأمبولة 0.3 ميلي جرام، ويشتغل بمقدار برا دقيقة واحدة يشتغل ويطول إلى 10 دقائق. شنو هذا الأميل نايترايت؟ يستخدمونه دائما بالإمرجنسيز، يعني شو يسوون له؟ يعني الأبرة يطقونها بكلينسة ويشتموها، لأن هو كلش فولاتايل. يعني هاي الأبرة نوت فور انجكشن، لا فور انهاليشن هاي الأبرة. أوكي، هاي نقطة. النيتروغليسرين، هذا النيتروغليسرين هو الانجسيد المعروف عندكم، اللايت انجسيد موجود بالحباية 0.5، اكو حبوب موجود بها 0.4، يبدي شغله 2 الى 3 مينتس ويستمر تقريبا الى 20 مينتس. اوكي، اكو عندي ايزوسوربايد داينايتريت، هذا سبلينجوال، سبلينجوال هذا الايزوسوربايد داينايتريت تقريبا بالحباية موجود هنا، عندي تصحيحين موجودات هنا راح انبهكم عليهن من سويت لكوفي، انا اكتشفت ان الخطا الطابعه انا، هذا ابو ال 5 ملغ مو ابو ال 0.5 ملغ، هذا ابو ال 5 ملغ هنا، انا 5 ملغ يسمونه ايزورديل ابو ال 5، يعني من تروحون للصيدليه يقول له ايزورديل ابو ال 5، ينطونك هذا يشتغل ببرق 15 دقيقه ويطول تقريبا ساعه بالشغل مالته، ساعه. فابو ال 5 هذا يخلونه تحت اللسان، اقول لك سبلينجوال يعني تحت اللسان. هذول كلهم نسميهم short acting nitrate. طبعا النيتروغليسرين موجود منه مو بس هاي الحباية، موجود منه أيضا أبرة نيتروغليسرين، أوكي، يعني injection بالإمرجنسي نستخدمها بالIV infusion، وموجود منه patches. patches هنا حاجة حطيت لكم إياها بالأخير الباتشز. أوكي زين، الانترميديت عندنا الوحيد الانترميديت هو هذا، طبعا تمسحوا اللي هاي مو سبلينجوال، هو تابلت أورال، تابلت أورال تابلت ايزوسوربايد داينايتريت يسمونه انجسيد ابو العشرة، ايزورديل ابو العشرة، هذا سميناه ايزورديل ابو الخمسة تحت اللسان، بينما الايزورديل ابو العشرة لا، هو اورال تابلت، اورال تابلت ياخذها المريض بالفم يبلعها يعني عادي، يطول يبدي الشغل مالته 30 دقيقة تقريبا، من 15 الى 30 ويطول لحد 6 ساعات. اوكي، انا جاي اتدرج بها الفترات. طيب اللونج اكتنج نايتريت، اللونج اكتنج نايتريت الايزوسوربايد مونو نايتريت، هو هذا لونج اكتنج مونو نايتريت، هذا كل شيء يطول هواية، قصدي يعني يظل حد 10 ساعات، هو الحباية محطوط بها 20 ملغ، 20 ملغ تبدي برا نص ساعة تشتغل وتطول لحد 10 ساعات. اوكي، هذا اللي سميناه لونج اكتنج نايتريت. المونو نايتريت دائما نفضله يعني خاصة إذا المريض عنده هيباتيك فيلير مثلا. ليش؟ لأنه مونو نايتريت هو أصلا ما يحتاج لميتابوليزم، قبل ما يحتاج لميتابوليزم ولا يصير بي، قبل يروح للسيركوليشن. أوكي، ما يصير بي ميتابوليزم اللي هو أصلا مونو نايتريت، بينما الداي نايتريت لا، الداي نايتريت يحتاج ميتابوليزم يتحول إلى مونو نايتريت يلا يشتغل. أوكي شباب، زين الايزوسوربايد مونو نايتريت أكو عندنا واحد ثاني يسمونه سستيند ريليز، سستيند ريليز يعني ترسون الحباية يخلون بيها 60 ملغ وتظل تحرر المادة الفعالة ببطء، بحيث ممكن تشتغل برا نص ساعة ولكن تطول عندنا إلى حد 12 ساعة، مع الساعة يطول الحباية موجودة بالجسم. الداينايتريت الثاني اللي هو لونج اكتنج، احنا مو قلنا هذا انترميديت اكتنج لونج نايتريت، شافوا الحباية ممكن يخلون بها 40 ملغ، 40 ملغ داينايتريت ويسوونه سستيند ريليز، يعني تعبون بالتركيبه مالته. الصيادله عندنا اكو فرع بالصيدله اسمه فرع الصناعه الدوائيه، هذول يحطون بوليمرات وكذا فيسوي يعني الريليز مال الحبايه ما يصير بسرعه، فلذلك يعني 40 ملغ هاي تطول، تظل شويه شويه تحرر من الماده توصل الى 10 ساعات. واخر شيء النيتروغليسرين، هاي كلش تطول هواي ممكن 18 ساعه، نيتروغليسرين باتشز. المريض دائما من تجي خاصه النوكتشرنال سيمبتومز، نوكتشرنال يعني تجي بالليل، يعني فلذلك ممكن يلزقها للمريض يخليها لزقه على الذراع مالته وتظل تشتغل برا 30 دقيقه وتظل كفور لحد 18 ساعه. هذا ملخص لكل النايتريت اللي انتم لازم تعرفوها. شلون تشتغل النايتريت وليش احنا نعطيها؟ طبعا هي ال 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 احنا
احنا عرفنا انه ممكن يصير فيزو كونستركشن او يصير عندنا مثلا اثيروسكلوروسيس، يعني كل يقل بصوره عامه البيرفيوجن. فمن النايتريت، النايتريت تقلل هاي الشغله الفيزو كونستركشن وتزيد البيرفيوجن اوف ذا مايوكارديوم. راح اقول لكم الميكانيزم شلون تسوي ريلاكسيشن للفين هي، وبالتالي تقلل البريلود وتقلل المايوكارديال اوكسجين ديماند كونسبشن. يعني النيتروغليسرين ريلاكس فاسكولار سموث مسل باي ذير انتراسيلولار كونفرشن تو نيتريك اوكسايد ويتش اكتيفيت جوانيليت سايكليز اند انكريز سايكليك جي ان بي. راح اعطيكم مخطط لتنقبصون بهذا الشيء. وبكل الاحوال سايكليك جي ان بي اذا زاد راح الفاس يصير ريلاكسيشن للسموث مسل. اوكي، طبعا من نطيها يصير برومت ريليف اوف انجينال اتاك، بسرعه تشتغل مثل ما قلت لكم الفترات 5 دقائق 10 دقائق، اكو بهم دقيقه واكو بهم اكثر شيء خلال نص ساعه تبدي تشتغل. ريليف اوف انجينال اتاك سبلينجوال او سبراي، سبراي نيتروغليسرين موجود سبراي عندنا ايضا از ذا دراج اوف تشويس عاده بالاكيوت اتاك، ممكن تكون حبايه تحت اللسان او سبراي. عندنا النيتروغليسرين هو طبعا ممكن يسوي dilatation of large vein resulting in pooling of blood in the vein بالveins باللارج vein، وهذا يقلل البريلود والفينس ريتيرن تو ذا هارت اند ريديوس ذا ورك اوف ذا هارت. الشغله الثانيه بالنيتروغليسرين ايضا دايليت الكورونري فاسكوليتشر اند بروفايدنج انكريز ان ذا بلاد سبلاي تو ذا هارت. فهسه راح افرغ هاي المساحه وراح اشرح لكم هنا باعوا لي هنا بلكت الله هاي تستجيب لنا. يعني هذا نفترض هذا الهارت شباب، هذا الهارت وهاي يجي هنا السيركوليشن اللي هو الفينس سيركوليشن، طبعا يجي من الانفيرير فينا كافا والسوبيرير فينا كافا، خلينا نقول ذن اثنينهم، خلينا نقول ذن اثنينهم فينس يصبن بالرايت اتريوم. اوكي زين، هذول يا شباب هنا احنا عندنا النيتروغليسرين اكثر شيء هو فينو دايليتر اكثر من هو ارتريو دايليتر، فلذلك يجي يسوي لنا دايليتيشن الهاي اللارج فينز هنا سوبر انفيرير فينا كافا او سوبر فينا كافا، يسوون لنا دايليتيشن، بالتالي الدم اللي كان يجي لهنا راح يصير بي بولينج، يعني هنا راح يبقى يصير بولينج، وبالتالي يعني بولينج هنا كانما يصير مستنقع، يعني ما راح يرجع كميه كبيره من البلد للهارت. واذا ما رجع كميه كبيره من البلد للهارت يعني راح يقلل البريلود على الهارت، اذا قلل البريلود على الهارت بالتاكيد راح يقلل الانتراكاردييك بريشر، واذا قل راح يقلل الايفورت على الهارت، يعني هذا الستريس او الستريننج اوف ذا هارت راح يقل، اذا قل الستريننج راح يقلل الكاردييك لود الورك لود، وكانما قللنا الديماند للبلد، قللنا الديماند للبلد. طيب الشغلة الثانية احنا نعرف الكورونري ارتري، هنا احنا نفترض هذا اللاد هذا الكورونري ارتري، الكورونري ارتري بي اكو يعني نيتريك اوكسايد، ممكن هنا ايضا يسوينا فيزو دايليتيشن للكورونري ارتري وبالتالي يزيد السبلاي، يعني اثنين يشتغل على الديماند وعلى السبلاي. بس هو للامانه الميجر 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 يعني ميكانيزم اوف اكشن اله هي عن طريق ديكريزنج البريلود، وبالتالي يقلل الورك لود على الهارت ويقلل الديماند. اوكي، اما هاي ايضا ميكانيزم تعتبر ميكانيزم اوف اكشن، اتمنى تكون مفهومه بالنسبه لكم. هذا المخطط شباب سهل كلش، هذا المخطط النايتريت هو اكو فد انزيم يسمونه مايتوكوندريال مايت ال ام يسمونه مايتوكوندريال اوكي الديهايد دي هيدروجينيز، مايتوكوندريال الديهايد ديهايدروجينيز. شو يسوي هذا الميتوكوندريال؟ طبعا راح نتيجه وجود الميتوكوندريال الديهايد ديهايدروجين راح يتحرر لنا نيتريك اوكسايد، النيتريك اوكسايد راح يزيد لنا السايكليك جي ام بي، والسايكليك جي ام بي هو والسايكليك اي ام بي دائما بالسيركوليشن ذولا كلش حبابين، وين ما شفتوا سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي بالسيركوليشن معناها حبابين يسوون فيزو دايليتيشن. اوكي، بينما السايكليك اي ام بي مو بالسيركوليشن بالهارت بالمصل لا هذا نوتي مو حباب، هذا يسوي كونتراكشن. هسه ما دام هاي سيركوليشن يعني سايكليك جي ام بي جاي يسوي فيزو دايليتيشن. اذا نريد نفصل اكثر بالميكانيزم شوفوا النايتريت من جت هنا اشتغل عليها الميتوكوندريال الديهايد ديهايدروجينيز. طبعا قبل لا يكتشفون هذا الميتوكوندريال الديهايد ديهايدروجينيز هو ريسنتلي اكتشفوه، طبعا قبل ما يدرون النايتريت شلون تطلع نيتريك اوكسايد، بس ريسنتلي اكتشفوه عرفوه هذا الانزيم هو اللي طلع لنا نيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد هذا وجود النيتريك اوكسايد
راح يساعد على تحويل يعني يساعد على تحفيز الجوانيليل سايكليس. هذا جوانيليل سايكليس. الجوانيليل سايكليس يحفز لنا السايكليك جي يسوي نحفز لنا جي تي بي اللي هو ترايفوسفيت جوانيل ترايفوسفيت الى يحوله الى سايكليك جوانيل مونوفوسفيت سايكليك جي ام. فراح يحول لنا السايكليك جي تي بي الى سايكليك اي ام بي والنتيجه النهائيه راح بالتاكيد يصير عندنا ريلاكسيشن يعني يصير بدل ما كان كونتراكشن بالنورمال بوجود النايتريت راح يصير عندنا ريلاكسيشن يعني معناها فيزو دايليتيشن. هاي تقريبا يعني تفاصيل الميكانيزم اوف اكشن اوف نايتريت. طيب عفوا نحاول بس انتقل للسلايد. هذا السلايد انتقلنا له. فإذا تباعوني هنا أنا احنا عندنا تقريبا النايتريت دائما نوصفها انه هي فينو دايليتر اكثر من كونها ارتيريو دايليتر. وهنا مبين عندكم شوف الفين شلون يكبر ايش قد الفين يكبر بينما الارتري ايضا يصير بي فيزو دايليتيشن ولكن الفين يصير اكثر. فنايتريك اوكسايد will dilate the vein more than the artery. الكاينتك مالت النايتريت الانست اوف اكشن فاريز فروم 1 مينيت فور نيتروغليسرين تو مور ذان 1 اور فور ايزوسوربايد مونونايتريت. طبعا باختلاف المصادر احنا نقول بعض الاحيان بالمصادر هذا انه ممكن 30 مينيتس يعني حتى يبدو برا 30 مينيتس. انا بالجدول بصراحه بالله هذا مصادر كثيره 30 مينيتس از انف ولكن موجود ايضا بالكتاب بالكتاب كاتبين ممكن قد يكون يوصل الى 1 اور. فحبيت اخليكم تكون على بينه انه احنا عندنا ممكن from 30 minutes to 1 hour. significant first pass metabolism for nitroglycerin. طبعا النيتروغليسرين يعاني first pass metabolism. انتم تعرفون شنو معنى first pass metabolism اخذتوه بالintroduction يعني معناها اللي ممكن يصير بالنيتريت ممكن يصير metabolism مرور النيتريت نتيجه مرور اي تاب لاي شيء من الجي اي تي يروح للليفر بهاي المنطقه المنطقة أو بداية مروره بالليفر ممكن يصير بيه ميتابوليزم بالهيباتيك إنزيم. والنايتريت تقريبا 96% من الجرعة إذا نمطيها عن طريق الفم ممكن يصير بيها فيرس باس ميتابوليزم يعني تتكسر. لذلك يفضلوها دائما سبلينجوال حتى باي باس ذي ميتابوليزم أو ذي فيرس باس ميتابوليزم. It's common to take the drug either sublingually or via transdermal patches. مثل هاي ملخص للحكينا سابقا هو يعني المونونايتريت مثل ما حكيت لكم هو الباي افيلابيلتي مالته واللونج ديوريشن اوف اكشن صارت لانه صار عنده ستابيليتي على الهيباتيك بريك داون لانه هو اصلا مونونايتريت وما يحتاج ميتابوليزم. بينما الاورال ممكن اندرجو دي نايتريشن حتى يتحول الى مونونايتريت بوث اوف ويتش بوسس انتي انجينال اكتيفيتي. الادفيرس افكت طبعا يصير هيدك تقريبا هو الموست كومن تقريبا يصير عند 60% 30 الى 60% من المرضى يعانون من الهدك اذا اخذوا نايتريت. طبعا شو اسوي لها شنو علاجها وش اسوي وليش هو يصير هدك؟ تعرفون انت هو فيزو دايليتر فراح يزيد البلد فلو للسيربرال ارتريز واذا زاد البلد فلو للسيربرال ارتريز بكل الاحوال راح يصير هدك عند المريض. فاذا صار عند المريض هدك احنا نعالجه بالعكس احنا نفرح اذا صار عند المريض هدك لانه يدل على انه العلاج بدا يشتغل والهدك محلوله سالفته. فلذلك اللي يعطونه سمبلي ممكن يعطونه بنادول والمريض شويه شويه سبونتينيوسلي راح يتعلم عليه وبعد ما يصير عنده هدك. الهاي دوزز اوف نايتريت ايضا كان يسوي لنا بوستشرال هايبوتنشن. المريض دائما اذا ياخذ النايتريت ممكن يصير عنده بوستشرال هايبوتنشن وطبعا هم برا فتره ممكن ريزولف سبونتينيوسلي ولكن اذا صار دائما تنصح المريض من ياخذ الحبايه يكون يبقى جالس لفتره او ياخذ الحبايه دائما وهو بوضع الجلوس. ممكن يصير فيشل فلاشينج ايضا لانه فيشل سيركوليشن راح يصير بها فيزو دايليتيشن ويصير فلاشينج عند المريض وبهاي الحاله هي اصلا يعني انديكيشن اوف ذا ستارتنج ذا اكتيفيتي اوف ذا دراج. ونتيجه الهايبوتنشن ممكن يصير ريفلكس تاكيكارديا وهاي الريفلكس تاكيكارديا يعني ممكن دائما بعض الاحيان تخلينا بعض الاحيان يصير كومبينيشن اوف نايتريت وذ بيتا بلوكرز على مود تغطي على الريفلكس تاكيكارديا.
يقول لك دائما لا تستخدم السلدينافيل، معروف السلدينافيل الفياجرا وكل ذول اللي هم يسمونها فوسفودايستريس 5 انهبيترز، ذول هم بوتنشيت ذا اكشن اوف نايتريت. لكن هوايه حالات تصير خاصه المرضى الكبار يصير عندهم انجاينا وهو اوريدي ماخذ حبايه فياجرا، فلذلك يصير انتر اكشن بيناتهم وممكن المريض يعني يتاذى هنا. وبالتالي النتيجه اللي نريدها انه دائما المريض قبل لا ينط نايتريت لازم يصير كومبليت ميديكيشن هيستوري عند الطبيب وحتى عند الصيدلي حتى to avoid the interaction that may happen between nitrate and sildenafil. اكو عندنا something يسمونه nitrate tolerance. طبعا احنا نعرف التولرنس تصير عند المريض وإلها تفسيرات هوايه وما اريد افوت بتفسيراتها، ولكن لا بأس بالله يعني احنا عندنا الانزيم هذا الانزيم اللي هو يعني الميتوكوندريال الديهايد دي هيدروجينيز، وعندنا النيتريك اوكسايد. من اقول يطلع النيتريك اوكسايد بعض الاحيان نفس هذا الانزيم نفسه يصير بي اوكسيديشن، نفس الانزيم اللي طلعه ممكن يصير بي اوكسيديشن، او هاي نقطه. وممكن نحتاج على مود نسوي له ري اكتيفيشن نحتاج دائما SH جروب، نحتاج SH جروب يعني ثايول جروب، يعني فد مركبات بها ثايول جروب على مود دائما نسوي اكتيفيشن. فهذا مخزون الثايول جروب بالجسم مالتنا على مود يسوي ري اكتيفيشن للانزيم، هذا هو محدود ما رأى. فبمرور الوقت اذا المريض دائما ياخذ نايتريت كلش هوايه، بالتاكيد راح يصير ديبليشن اوف SH جروب كونتينينج كومباوندز او SH جروب بصوره عامه، هذا SH جروبس ماكو الأسئلة. فبالتالي يصير عند المريض تولرنس. إذا هو كان الدوز اللي ياخذها أوكي زين، نشوف برا فترة تصير تولرنس، يصير ديسنسيتايزيشن تو فيزو دايلاتيشن، بعد ما عادي يسوي له فيزو دايلاتيشن. أوكي، وهذا بهاي الحالة عندنا حلياً إلها، عندنا حلياً إذا واحد يريد يتجنب التولرنس، إما نمطي SH group containing components، يعني مثلاً واحد يكون أسيتيل سيستاين، ان اسيتيل سيستاين هذا فالدواء اسيتيل سيستاين اللي يستخدمه دائما بالتوكسيسيتي مع الباراستول، بس بدا نعطي هنا مثيونين ممكن او ان اسيتيل سيستاين او حتى جلوتاثايون، لان كلهم بهن تحتوي على اس اتش جروب، من يعطونا سبلمنت يحتوي على هاي الاشياء راح تقلل التولرنس. وبس الحل المنطقي دائما يسوون نايتريت فري انترفال، بدل ما يخلون المريض دائما على نايتريت دائما يخلون يحرصون على وجود فد 12 ساعة باليوم free of nitrate. مثلا يكتفون بالليل ينطون كالسيوم شانل بلوكر او بيتا بلوكر، وبالنهار يستخدم نايتريت to restore the sensitivity to the drug. قلنا مثل ما قلنا لكم تقريبا 12 ساعة، وبالتالي راح نحافظ على ونتجنب التولرنس. عندنا النيتروغليسرين باتشز مثل قلنا تقريبا يخلوها المريض لمدة 12 ساعة، ويعني ممكن يقول variant angina worsens early in the morning perhaps due to the circadian catecholamine surge. Therefore the nitrate free period in this patient should occur in the late afternoon. هاي نخلي ببالنا انه احنا نريد نسوي nitrate free period. زين عندنا تعتمد على نوع الانجينا، اذا احنا عندنا variant angina vasospastic angina بهاي الحالة اخوان nitrate free period ما نخليها، يعني نخليها دائما نخليها وراء الظهر، يعني وراء الظهر جرعة الوراء الظهر هي تكون والإيرلي مورنينج يعني الليل كله والإيرلي مورنينج نخليها لا على حباية اعتيادية أو على يعني حتى ما نتأذى حتى المريض مالتنا، يعني ممكن نخليها على كالسيوم شانل بلوكر لأنه المريض أبو الفيرينت أنجينا تجي دائما إيرلي مورنينج. ليش إيرلي مورنينج؟ تعرفون أنتو دايورنال ريثم أو السيركاديان ريثم اللي الهرمون دائما 2/3 تنفرز بإيرلي مورنينج وبعدين 1/3 بالليل، فالكاتيكولامين حالها حال الهرمونز هواي تطلع بالنهار بالإيرلي مورنينج، والكاتيكولامين هي اللي تسوي فيريت أنجينا، فنتجنب نخلي بهاي الفترة ممكن يعني المريض مالتنا يتأذى. الأدرينرجيك بلوكرز اللي هو البيتا أدرينرجيك بلوكرز، البيتا بلوكر حكينا عليها هواية، وأنا سويت لكم دزيت لكم فيديو اللي هو why beta blocker is used for treatment of angina وبتفاصيل كثيرة، لذلك راح أمشي بها على السريع. هنا decrease the oxygen demand of the myocardium by lowering both the rate and force of contraction، بالإضافة إلى الميكانيزمز اللي حكيتها لكم بالتفصيل بالفيديو. to reduce the work of the heart by decreasing the heart rate
contractility, cardiac output and blood pressure, كل ذني يقللنهن البيتا بلوكر، وإذا قل البيتا بلوكر إذا قللهن كل الأحوال راح يقل الأكسجين ديماند، وإذا قل الأكسجين ديماند بالتأكيد إحنا حافظنا على الهارت من مالتنا من الإسكيميا. طبعا إحنا نتجنب الناس البيتا بلوكرز اللي عندهم intrinsic sympathomimetic activity أو يسمونها partial agonist activity اللي هو يمثلها البندولول أكثر شيء، أكثر واحد عنده partial agonist activity هو البندولول، لذلك هنا should be avoided in angina، هذا should be avoided in angina لأن هذا ما ينزل هواية من الهارت اكتيفيتي وبالتالي ما نفضل نستخدمه في هاي الحالة. أوكي فكل البيتا بلوكر طبعا تفيده بالكلينيكال ترايل تبين انه تقلل الفريكوانسي والسيفيريتي اوف انجينال اتاك، وممكن نستخدمها ان كومبينيشن وذ نايتريت تو انكريز ذا اكسرسايز ديوريشن اند توليرانس، يعني اذا صار كومبينيشن بين النايتريت والبيتا بلوكر هذا فيري جود كومبينيشن فور تريتمنت اوف انجينا. زين يعني احنا ما نفضل نستخدم النايتريت لبو الاسما وما نفضل نستخدمه لبو الدايابيتس، يعني قصدي سوري البيتا بلوكرز، انا احكي عن البيتا بلوكر، ما نفضل نستخدمه لبو الاسما مثل ما حكينا، خصوصا النون سيلكتيف بيتا بلوكرز ابو الدايابيتس ايضا. طيب ليش ما نستخدمه لبو الدايابيتس شباب؟ لانه نعرف انه احنا البيتا بلوكر هي تسد لنا كل الاكتيفيتيز اللي متعلقه بالستريس، فابو الدايابيتس بعض الاحيان يصير عنده هايبوغلايسيميا، هو ياخذ انتي دايابيتك ميديكيشنز، ياخذ انسولين، ممكن يصير عنده هايبوغلايسيميا لاي سبب كان، فالمونيتورنج مالتنا هي ساين اند سيمتومز اوف هايبوغلايسيميا، يعني مريض شلون اعرف عنده هايبوغلايسيميا؟ المريض بالتاكيد راح يصير عنده تاكيكارديا، راح يصير عنده ترمر، راح يصير عنده ممكن سويتينج، هذن الاشياء هن ساينز اوف هايبوغلايسيميا. اذا صار عنده المريض، المريض عادي يحس على نفسه وياخذ نفد شوكليته او مصقوله خالها بجيبه على ما صار عنده هايبوغلايسيميا. زين ليش صارت هاي الساينز؟ لانه هايبوغلايسيميا تعتبر ستريسفل سيتويشن، وبالتالي اذا احنا انطينا بيتا بلوكر راح يسد السمباثيتك انرفيشن، اذا انسدت السمباثيتك اكتيفيتي بهاي الحاله ما راح تطلع لنا الساين اند سيمبتومز اوف هايبو غلايسيميا، فاحنا نقول كونترا انديكيتد لانه يسوي ماسكينج للساين اند سيمبتومز اوف هايبو غلايسيميا. اوكي شباب هاي مهمه جدا. ايضا بالبيرفرال فاسكولار ديزيز ايضا ما ننطي البيتا بلوكر اللي هي خاصه النون سيلكتيف، لانه بالبيرفرال فاسكولار ديزيز راح يسد لنا البيتا 2 ريسبتر، والبيتا 2 ريسبتر اللي هو يسوي لنا فيزو دايليتيشن بالسكيليتال مصل، وممكن اذا انسدت البيتا 2 هالمره الادرينالين يروح كله على الالفا ويسوي لنا بيرفرال فيزو كونستركشن، واحنا ما نريد يصير بيرفرال فيزو كونستركشن عندنا. الكرونيك اوبستركتيف بولمونر ديزيز ايضا حالها حال الاسما، احنا ما نفضل الادويه اللي تسوي لنا برونكيال كونستركشن. اوكي الشغله المهمه اللي تذكروها دائما نيفر يعني صد اللي ديسكونتينيو بيتا بلوكر، لازم دائما من اللي نسوي ديسكونتينيو، واحد يسوي له سويتشينج يريدون، واحد يقطعون عنه بيتا بلوكر لاي سبب كان، فلا تقطعها عن مريضك يعني صد اللي. ليش؟ لانه ممكن يصير ريباوند اسكيميا او ريباوند هايبرتنشن اذا انت تستخدم الهايبرتنشن، فلذلك دائما يصير تيبرينج مثل الدوز اذا كانت 100 ملغرام بعدين يسوي 50 ملغرام بعدين 25 ملغرام كل فتره اسبوعين او 10 ايام الى اسبوعين، هاي الحاله جاي تسوي تيبرينج جرادوال تيبرينج اوف ذا دوز. اوكي شوفوا هسه انا بعطيكم اياها، انا شود بي تيبرد اوف اوفر 5 الى 10 دايز، بعض الكتب تكتبها حتى 14 دايز تو افويد ريباوند انجينا او ريباوند هايبرتنشن. الكالسيوم شانل بلوكر ايضا تفاصيلها حكيناها هوايه، كالسيوم شانل بلوكر يوزد فور تريتمنت اوف، حكيناها بالهايبرتنشن تفاصيل الكالسيوم شانل بلوكر كلش، ايضا يوزد فور ديكريزينج ذا اسكيميا لانه هي تسوي ميمبرين ديبولارايزينج يعني اللي تسوي الهايبوكسيا. طيب الكالسيوم شانل بلوكرز بروتكت ذا تيشو باي انهبيتينج ذا انتري اوف كالسيوم للكاردياك اند سموث مسل سيلز، وايضا للكورونري ارتري سيركوليشن، وبالتالي اذا صار راح يصير عندنا فيزو دايليتيشن، واذا صار فيزو دايليتيشن هو قللنا زودنا السبلاي. عندنا اكثر واحد نستخدمه الفيراباميل لانه هو يشتغل اكثر شيء يشتغل على المايوكارديوم، الفيراباميل يشتغل على المايوكارديوم مثل ما قسمنا لكم الكالسيوم شانل بلوكر هو سميناه هذا كارديو سيلكتيف فيشتغل على المايوكارديوم وبالتالي فيري امبورتنت تو ديكريز ذا ديماند اوف اوكسجين. بينما النايفيدبين exert greater activity on smooth muscle
in the peripheral vasculature. والدلتيازيم هو intermediate infection. شوية هنا شوية هنا يشتغل على الحبلين. All calcium blocker lower blood pressure مثل ما حكينا. They may worsen the heart failure due to negative inotropic effect. طبعا النايفيدمين للمعلومة هنا احنا بنستخدم النايفيدمين فقط اللي هم sustained release يعني controlled release. النايفيدمين مثلا عندنا اكو بعض النايفيدمين هو controlled release، والcontrolled release مثل ما تعرفون جنابكم يعني يحرر المادة الفعالة مالته ببطء، فما يلحق يسوي reflex tachycardia، وبالتالي ممكن استخدامه بالtreatment of angina. اوكي طيب الفاريانت انجينا هنا مثل ما حكيت لكم هي فيزوسباستيك ان نيتشر فاريانت انجينا. فالفاريانت انجينا نفضل دائما نستخدم لها التريتمنت اوف تشويس مالتها هي كالسيوم شانل بلوكر، والبيتا بلوكر ار ابسولوتلي كونترا انديكيتد ان فاريانت انجينا. انتبهوا الى هذا. ليش البيتا بلوكر كونترا انديكيتد ان فاريانت انجينا؟ ارجعكم للتعريف مالتها والباثوفيزيولوجي. يابا احنا عندنا البيتا ريسبتر بالكورونري ارتري عجماعه الفيريت انجينا يشكل نسبه قليله 40% بيتا ريسبتر و 60% الفا ريسبتر بالكورونري ارتري. طيب هو عايش بهاي ال 40%، انت تيجي تسد الهياب البيتا بلوكر ليش؟ اذا سديت الهياب البيتا بلوكر بالتاكيد راح تصير عنده اسكيميا، وهالمره تستفحل عليه الالفا والادرينالين يروح للالفا وراح يصير عنده فيزو كونستركشن. فلذلك حذاري حذاري من اعطاء البيتا بلوكر للمريض اللي عنده فيزوسباستيك انجينا. اوكي شباب، النايفيدبين هنا مثل ما قلت لكم اياه عليه النايفيدبين خلينا شويه نفصل عليه، هو ارتريولار دايليتر وذ مينيمال افكت على الكاردياك مسل، والفيزو دايليشن افكت اوف نايفيدبين از يوسفول ان تريتمنت اوف فيريانت انجينا. ممكن نعطي للفيريانت انجينا النايفيدبين لانه بهاي الحاله النايفيدبين راح يروح للكورونا. صحيح احنا نقول عندنا بالجماعه الفيريانت انجينا، بس النايفيدمين كالسيوم شانل بلوكر هالمره مو مثل البيتا بلوكر اللي قلنا تاذينا. النايفيدمين لا يفيدنا بالتريتمنت اوف فيريانت انجينا، بل هو يعتبر من التريتمنت اوف تشويس از وذ اول كالسيوم شانل بلوكر. كونستيبيشن هو بروبلم يعتبر، طبعا الدياريا فيري رير، هو كونستيبيشن الميجر مثل ما حكينا لكم اياه بالهارت بالهايبرتنشن. والنايفيدمين مثل ما معروف عليه وحكينا يسوي لنا ريفلكس تاكيكارديا والبيرفرال فيزو دايليتيشن از مارك. الفيرابامين هو او الخبزه، وهو اللي يستخدمه في التريتمنت اوف انجينا سواء فيرنت انجينا او حتى الستيبل انجينا. يقلل لنا الهارت ريت، الكونتراكتيليتي، البلد بريشر، الاكسجين ديماند، بس هو كونترا انديكيتد بالبيشنت اللي عنده ابنورماليتي بالاي في كوندكشن، وبعد كونترا انديكيتد بشغلات اخرى ما بدي ادوقكم بها، بس واحد يسمونه مثلا كونترا انديكيتد بالولف باركنسون وايت سيندروم. وولف باركنسون وايت سيندروم بتفاصيل كثيره ابيها تفاصيل بس ما اريد ادوقكم بها الان، ممكن اشرحها لكم مناسبات اخرى. الدلتيازيم مثل ما قلنا لكم هو يشتغل على الهارت ويشتغل على البلد فازل. الدلتيازيم ايضا slow AV conduction and decrease the rate of firing of SA node. الدلتيازيم هو reduce the heart rate but less than verapamil، مو كلش على الهارت، هو نص النص يعني يشتغل. can relieve coronary artery spasm and particularly useful in variant angina. هذني الاشياء اللي حكيت لكم اياها شباب، هن عباره عن يعني التريتمنت تقريبا الميجر تريتمنت فور فور انجينا. طبعا عندنا نيو انتي انجينال دراج، واحد يسمونه رونالازين، واحد يسمونه تريميتازيدين. ذن الاشياء ممكن يعني اذا صار لنا مجال نقولها، بس هنا ما راح نقولها. بس يعني لا باس اذكركم بشغله، انا اللي قلت لكم سويت لها فيديو اذكركم بالاكيوت كورونر سيندروم. قلت لكم عندنا الاستيمي وعندنا النن استيمي، يعني هنا اكيوت كورونر سيندروم هنا اما انستابل انجينا وام اي. الام اي اقسمه الى استيمي ونن استيمي. من اقول استيمي ونن استيمي هن اثنين هن ام اي اكيوت ام اي، والتريتمنت ربما مختلفه الى حد ما، ولكن كقاعده عامه احنا ممكن نوضح لكم اياها بطريقه انه الشغله دائما نحكيها نقول نسميها منى تسكت. شنو يعني منى تسكت؟ خلينا تخيلوا فد طبيبه وياكم، ان شاء الله ماكو واحده من زملائكم اسمها منى. فمنى
M O N N A اوكي طلعت انها السالفه N A اوكي زين M O N A هاي اي هنا انا اوف زين هاي منى وتسكت تي تي اس اوكي سي و تي تسكت منى هاي اي راح ارجع بالكثرها وهذا اس فمنى زين منى تسكت هذا التريتمنت اوف اكيوت ام اي اللي هي يجي المريض presented with acute ام اي اول شغله تجي ببال الطبيب يخلي عنده هذا الجايد لاين واحده من اهم الشغلات المنى الام شنو هاي راح اشرح لكم اياها حتى لو هذا ما عاني الكتاب الام هو مورفين الام هو مورفين شنو مورفين ليش نط المورفين للتريتمنت اوف ام اي نط المورفين يا شباب للتريتمنت اوف اي لسببين اول شيء بسبب انه المورفين هو فينو دايليتر فلذلك راح يسوي فينو دايليتيشن ويسوي بولينج اوف بلاد وراح يقلل لنا البريلود واذا قلل البريلود حال النايتريت قلل البريلود راح يقلل الورك لود على الهارت ويقلل السترين ويقلل الكاردييك ورك لود ويقلل الديماند بالاخير هذا النقطه الاولى ليش انا انطي يعني مورفين والشغله الثانيه شباب الشغله الثانيه اللي هي مسألة نمط المريض من يجينا شباب ما لكم علاقة بهذا الرسم المريض من يجينا احنا نعطيه مورفين لأنه المريض دائما يحس أنه راح يموت قلت لكم feeling of impending death المريض يصير عنده stress وanxiety وهاي stress والanxiety إيش راح تسوي للstress والanxiety راح يزيد الكاتيكولامينز ولا زاد الكاتيكولامينز يزداد يعني تزداد الفيزوكونستركشن تقريبا فإذا صار عنده هيك المريض ممكن يصير ويرسنينج للحالة مالت المريض مالت الام اي لذلك احنا شو نسوي نعطيه مورفين يسوي له يوفوريك افكت يخليه يعيش يعني يسمونه اوفر اور اوفر ذا مون يعني يعيش يوفوريك كونديشن وبالتالي راح ينسى مسألة انه هو راح يموت وغيرها فراح يصير يعني كأنما شلون ياخذ حبوب الدول اللي ياخذون حبوب الكبسلة فيعيشون بجو اخر المريض من تعطي مورفين ايضا هذا مفيد الى لين راح يقلل الستريس اوكي بس المورفين بكل انواع الاماي نقدر نستخدمه فور تريتمنت طبعا هذا شغلتين ذني والشغله الثالثه يا شباب ممكن هو فيري سترونج اوبييت انالجيسيك والمريض عنده بين كلش قوي نتيجه الاماي فهو فيري باورفول ناركوتيك انالجيسيك ذن الشغلات الثلاثه ان الانديكيشن اوف مورفين ان اكيوت ام اي بس هو يستخدم في كل انواع الام اي ما عدا واحد يسمونه الانفيرير ام اي هذا الرسم اللي رسمت لكم اياه التوضيح هنا ليش انفيرير ام اي اذا كانما عندنا مشكله باللاد اللي هو ليفت انتيرير ديسيندينج ارتري فهو يمر منا اللاد ايضا يجي منا ويمر منا على السبتم جزء منه يمر على السبتم اللي هو بالليفت كورونر ارتري فهذا السبتم اذا صار عندنا مشكله هنا يا شباب وصارت عندي مشكله هاي المنطقه اللي يغذيها اللاد صارت مشكله وهنا صارت كأنما إسكيميا وصار بعدين إنفاركشن يعني هاي ماتت الخلايا هنا أوكي ماتت الخلايا هنا هاي حالة يسميها inferior ام اي زين إذا صارت inferior ام اي شنو هو بنفس الوقت هذا السبتم بنفس الوقت عندي هنا أكو أعصاب اللي هو خلينا نقول البندل برانش left bundle branch والright bundle branch أيضا يمرن هنا على السبتم على يسمونه الانترفنتركولار سبتم ذن إذا مرن منا يعني هاي الاسكيميا والانفاكشن صاير فوقهن فراح يضرب لك هاي الاعصاب الموجوده هنا واذا انضربت المريض يعني معناها اثر على الكوندكشن واذا اثر على الكوندكشن معناها راح يصير ممكن ادي المريض فيري سيفير براديكارديا وايضا نفس المورفين هو يسوي له براديكارديا نفس المورفين هو يسوي براديكارديا عن طريق الفيجال نيرف فذن الثنين المورفين يسوي يعني عن طريق الفيجال نيرف يسوي براديكارديا وايضا النفس الباثوفيزيولوجي او الباثوجينيسيس نفسها مال الانفيرير ام اي مسويت لبراديكارديا اثنيناتهم ممكن يسوون كاردييك ارست او هارت بلوك او كاردييك ارست بالاحرى فاذا صار كاردييك ارست عند المريض اذا اعطيناه مورفين يعني المريض كونترا انديكيتد بحاله الانفيرير ام اي لذلك الاخو يعني اذا واحد يقول لك لا شو اسوي شو استخدم انا كانالجيسك ناركوتيك انالجيسك لهذا المريض يقول له تقدر تستخدم الميبريدين لان ما عنده كولينيرجيك افكت وبالتالي الميبريدين نوت كونترا انديكيتد ان ذس كيس ميبريدين اخو للمورفين اوكي الاو هنا يا شباب الاو يعني اوكسجين طبعا
طبعا تخلون ببالكم مو كل المرضى نحتاج لهم اكسجين. المرضى اللي عندهم الاكسجين ساتوريشن، الاكسجين ساتوريشن اقل من 90% او 90% هم اللي يحتاجون الاكسجين، مو دائما يصير رشون on the use of oxygen. واحد إذا ما عنده أكسجين بالمستشفى مثلا قامت القيامة، لا، بعض المرضى هم يجون رغم الأماي بس هم يجون الأكسجين ساتوريشن ستل أكثر من 95%، فذولا ما تحتاج لهم أكسجين. فهذا الآن هنا نايتريت، النايتريت هالمرة سبلينجوال حسب الحال، سبلينجوال نايتريت أو مثلا حتى آي في نايتريت ينطون، بس هنا سبلينجوال نايتريت تحت اللسان ينطون هي بنفس الميكانيزم اللي حكيناهم إياها، ريليف ذا بين within couple of minutes. الاي هنا، الاي هنا شوفوا انتي كوغولنت، اللي هو شلون صارت ام اي، اكيد صار نتيجه الكوغوليشن، نتيجه قصدي صارت ثرومبوسس، فيحتاج احنا نعطي انتي كوغولنت، يحتاج يعطون هيبارين. بالعاده الهيبارين يستخدمونه صب كوتينيوس، ولكن بهاي الحاله الاكيوت سيتويشن يعطونه هيبارين 5000 الى 10000 يونت تقريبا، 5 الى 10000 يونت. الامبوله الوحده من الهيبارين فيها 5000 يونت، فيعطونه من امبوله الى امبولتين للمريض 5000 الى 10000 يونت انترناشنال يونت من الانتيكوغولانت. التي يعطونه ثرومبوليتيك، ثرومبوليتيك شنو الثرومبوليتيك يعني، ايش نقصد الثرومبوليتيك؟ الثرومبوليتيك يعني اللي تذوب الخثرة، هاي اللي صايرة بواحد من الكورونر سيركوليشن تذوبها. عندنا الثرومبوليتيك انواع هواية من الثرومبوليتيك شباب، مثلا ثلاثة عندنا الميجر منهم، مثلا واحد يسمونه ستريبتوكاينيز، ستريبتوكاينيز اللي هو جاي من بكتيريا ستريبتوكوكس ماخذينه، ستريبتوكاينيز هذا فد انزيم يذوب لي الخثره اللي هذا. طبعا اكو واحد احسن منه يسوونه يوروكاينيز لان مشتق من اليورين، وبي تفاصيل يا يورين وكذا ما نحكي عنها، بس هو يوروكاينيز اسمه. وواحد اهم واحد منهم هو تقريبا الهيومن تشو تشو بلازمينو جين اكتيفيتر، تشو بلازمينو جين، بلازمينو جين اكتيفيتر. اوكي، التشو بلازمينوجين اكتيفيتر اللي يسمونه اكتيليز اسمه التجاري اكتيليز، هذا ايضا ممكن يستخدم لاذابه الثرومبوس اللي صار بالكورونري ارتري. وطبعا احنا مشروط علينا هنا نكون لازم يجي بريزنت، يعني يكون محسوب، يعني هذا الافري مينيت كاونتس هنا، كل دقيقه ممكن حسابها، لان برس الساعات ربما بعد ما يشتغل هذا الثرومبوليتكس، فيحتاج يكون از ايرلي از بوسيبل يعطونه ثرومبول، يسمونه تايم فروم from door to needle time from door to needle، يعني من باب المستشفى لحد اعطاء الابره، هذا الوقت كلش ضروري راسا يكون يوصل يجونه يجي للمريض للمستشفى وينطونه محسوب هذا الوقت. الاس هنا شباب هي سيداتيف، اذا المورفين ما كفى وسوى سيديشن للمريض ممكن يعطونه سيداتيف دراجز، يعطونه دايازيبام على مود يسوي سيديشن ويقلل الانكزايتي مالت المريض. والسي والتي ذا النهاية الكومبليكيشن and its treatment complication، يعني واحد لازم ما يخلي بباله من الكومبليكيشن مالته. إذا أكو كومبليكيشن نتيجة الام اي، عندنا two major complications ممكن يصير عندنا بالام اي. الأولى ممكن يصير كارديوجينيك شوك، كارديوجينيك شوك لأن ما دام جزء من الهارت هنا مات فراح يصير ممكن كارديوجينيك شوك. والتريتمنت مالت الكارديوجينيك شوك تعرفونها الدوبيوتامين. والكومبليكيشن الثاني ممكن يصير عندنا أريثمية، عند المريض أريثمية. والميجر تريتمنت اوف يعني اوف أريثمية النتيجة سكندري تو اسكن كار ديزيز، سكندري تو ام اي او بوست ام اي او سكندري تو ام اي، الميجر تريتمنت هو ليدوكين، ليدوكاين هذا اللي يستخدمونه اطباء الاسنان يسمونه ليدوكين، اذا نستخدمه انجكتابل. واذا المريض طلع للبيت يعني افتر ديشارج يحولونه على ميكسيليتين اللي هو اورال فيرجن اوف ليدوكين. وهاي التريتمنت صارت التريتمنت and its complication، يعني الكومبليكيشن ذن تو ميجر كومبليكيشن والتريتمنت مالتهم عرفتوا. هذا ملخص للأكيوت ام اي على السريع، ما حكيت لكم اياه بسلايدات بس قلت احكي لكم اياه بهالطريقه، يعني تصير اكثر يعني انتراكتيف اكثر. اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق وشكرا جزيلا، والسلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته، وعيد مبارك مقدما عليكم وعلى جميع متعلقين.